لوك سبيسيال فخمسيني تسيكام وندلوكم بغطاء جديد باش حكتها الدوم بنتها. مكملين معكم في برنامج الويكاند. بعد شوية باش نمشي الجزء الأخير دونك مع شيفنا شيف مروان يونسي باش نشوفوا لي روسيت نتاعنا نورمالمون راهم حاضرين. ما قبل هذيك نحب نذكركم وأنكم تنجموا تربحوا معنا أن غران كادو دونك إذا كنت تحب تفرح أمك ولا أبوك وتهدي عمرة للعزيز عليك معليك كان تتبعنا في الويكاند. تنجم تشارك تدخل للباج فيسبوك العربية توريزم اي سيرفيس وتبعث بيان سور حد عزيز عليك وتفرحوا بزيارة بيت ربي وانت متهني ومطمئن خاطر عندهم فريق من المرافقين والكفاءة الطبية اللي تكون متواجدة مع المعتمر طول الوقت. اتيس العربية للسياحة والخدمات اختيارك الأفضل للخدمة الأمثل. دونك ادخل باج فيسبوك اتيس والويكاند باش تلقى سؤال تخلي كومنتير فيه الإجابة الصحيحة وحظ سعيد للناس الكل. أتيس العربية للسياحة والخدمات اختيارك الأفضل للخدمة الأمثل. دونك كيما قلت لكم بعد شوية باش نمشي للشيف مروان اليونسي أما توا باش نخرجوا مع جوزيف وهبالو. اليوم حلقتنا الثانية في جوزيف وهبالو، الحلقة ذي في 2019 وإن شاء الله الحلقة جاية في 2020 هي الحلقة جديدة ومعايا كالعادة عبير. اش قولك عبير اليوم؟ اليوم احنا في سوسة ديجا باش نعمل لهم برشا هبال وبرشا فازات وبرشا حاجات محليهم كيما عودناهم المرة الأخرى. أوكي هاي نمشي. نحن عندنا ثلاثة أسئلة باش نسألوك وتجاوبني على زوج منهم صحاح تربحها معنا سوا في سنتر مارا. احنا باش نسألوكم البنات. ليه مش تغني تربح معنا في سنتر مرام فيها صوتك حلو صوتي مش حلو مش يولي حلو والله ما والله يولي حلو والله غني انت Who are you? انت باز مش تربح معنا اليوم لا ما نحبش نربح على ايه نحبك تربح ليه عايش باش نسألوك زوز أسئلة. تحب تمشي سنتر مران تعمل سوا فازيت مرة أخرى ممكن تحب تمشي أنت تطويل شوية تنقص شوية اش تحب؟ عجبتك مروان نسألك ثلاثة أسئلة تجاوب على زوز منهم تربح خير في بلاش بلاش كادو من عندك أنت I am the one the way your son don't need a gun to get respect up on the street باهي قداش عندك سولد في التليفون؟ 50 فرنك ولق 50 50 هذوما باهيين باهيين علاش 50 علاش قبل العرس سوبر ماركت صاحبي علاش 50 شوف هي امراه موظفه مستقله عندها شخصيتها معناتها هي مو انت دلل مرتك مش مستحقه باش هي دلل مرتك دلل مرتك ليه ليه باهي اخر حاجه عملت عليها ريسيرش في جوجل عليا انا زاد في جوجل ما خلانيش نحكي اقنع قول عليك انت نورمال غنيت غنية حسينة ما عنديش لازمك تعرف انا غنيتها انا غنيتها انا غنيتها ما عنديش فكرة يقول لي الاغنية جديدة ما لقاها حاجة وهذا دي تجي عينيك هذوك هما ليه مش بيهم منوار كي تولي تعرفني تحبني اوكي حسنا نطلع على بعضنا باهي هاي اما تحبني انت باهي قداش عندك سولت في التليفون توا ثلاثة اني آه. شنو ثلاثة؟ 3000 لا عندي 2000 بونيس و 12 كلمتني بهم البارحة نعم عنده هو هي تليفون مرتي هات الوردي تليفون مرتي هات الوردي عندنا ثقة عندنا ثقة قداش عندك اميس في فيسبوك؟ 12 خسختهم لها 12 زاد بنيت فيهم واحد في كرة ما الله اعلم بيه شو الشيء اللي انا مشي هو عسلامة سالو انا باش نسالك ثلاثة اسئلة تجاوبني على زوز منها مصحاح تربح معنا سواء في سنتر مرام بالكدا ما يسالش اوكي باهي قداش عندك امي سوغ فيسبوك وتورينا بالبغاف للكاميرا 1195 قداش عندك سولد في التليفون قداش عندي سولت سول 300 مليم 400 دينار بيبوني علاه ما طلبتنيش بيهم ها
وي اعطيه نمرو يعطيه حاجه عملت عليها ريسيرش في الجوجل ماني قلت لك انا عاد خذ هذه الكل اللي كنت يا هاو انت جاوبت على زوز اسئله وانا جاوبت على ثلاث دونك انت في كل حاله ربحت هي عملت زوز وانا ثلاثه كهو هي كهو كهو اوكي تسكو جو شيرش ديك اكتيلمون ديجا ليك انت ليك انت الكل كولي 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 ما دوم اللي سوا ماشي حتى انا كنت نلوج عليك انت تو ربحت معنا في سنتر مرام اي سوا فهمتي شو سنتر مرام وحتى كان ربحش الربحه كامله عايشك عايشك دونك انت قدامك وانت تنجم تختار شنو تحب تحب حتى تعملها من كل دونك عادي تنجم تعمل اعمل ثلاثة يزي فهمتني سي بون سي بون ثلاثة هذوما يزي هاي هاي نمشي واي مبروك عليك مبروك على سنتر مرام عايشك ميرسي عايشك اوكي عايش عايش هاي يمشي 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 وين يعمل وين يعمل وين يعمل وين يعمل هاي قولها ربحت معنا اليوم هاي هاي يمشي يمشي ادخل 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 عسلامة مرحبا بيك انت نورمالمون ربحت مع قناة التاسعة في بروغرام الويكاند مع عفيف الغربي مرحبا بك في السنتر نتاعنا مرحبا بكم في سوسة عايشك عسلامة مرحبا فرحانة على الاخر اللي جيتك وفرحانة سيرتو اللي جيت السنتر خاطر نشوف شفتوا برشا مرات على الفيسبوك دونك خمم باش نجيك ما جاتش الفرصة دونك الحمد لله معناتها اللي جيتك اونفا مرحبا بك وان شاء الله تكون فما ريزلتا باهية ان شاء الله احنا توا باش نعملوا سكانير دو فيزاج باش نشوفوا شنو لي زاباري اللي لازمينك نشوفوا البزوان نتاع وجهك ان طونك كاين ناقصك اسيد لايروني كاين كيف فما ليتاج كاين عندنا لي بور دي لات باش نشوفوا لي ديفو اللي موجودين في البوم تاعنا باش نصلحوها باللي زاباري اللي عندنا وباش نعملوا اناليز دو كور كاين فما غريس نشوفوا اللوكاليزاسيون نتاعها باش نحيوا الغريس الموجوده في البدن نتاعنا داكور وما نفهم شنو معناتها سي سا سكانير باش يعطيك فكره على الفيزاج نتاعك باش تعرف انت البزوان نتاعك سي سا باش نعملوا لي زاباري اللي لازمينك انت بالضبط اون طونكو دي دوز قداش بالضبط اون طونكو دي سوان شنو لازمينك بالضبط اون بليس دو سا سكانير يعطينا حتى لي برودوي اللي باش تستعملهم ا دوميسيل داكور اول ايتاب نبداو بها سكانير داكور عايشك ميرسي الحمد لله ليزوثيرابي صار لك شي معك بالي بلي امل امل شكون عمل صاحب وانت ولا هي عملت حسيت وجهك اسفل ليه محليه حتى نجوى بون محليه نجوى محليه ليه محليه حتى نجوى مازلنا كيلكو سيونس دو ميكرونيدينغ باش نزيدو نركزو على البور دي لاتي و كيلكو سيونس دو ريزو اوسي مازلنا باش نعملوهم و صح علاش لازمني من سيونس مازالي 16 طبعا احنا في الباك بتاعنا عندنا 6 سيونس دو ميزوثيرابي وعندنا 3 سيونس دو ميكرونيدينغ داكور نكملوهم ان شاء الله بصحة يعيشك نعاود مبروك نجوى اليوم نجوى اللي ربحت معانا عند امل بن عمار ان شاء الله تابعونا في روبريك جوزيف وابيلو في الحلقه الجايه بعد راس العام 2020 ولا جيت بعد شيف مروان اليوم سي تبارك الله شيف اي سي تري جولي نجحت 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 العمل انا في الفور وهي تطلع نجحت بهت نعملوا غابيلا باه نبداو بها هي ونفات عملنا البات نتاع البيتزا نتاعنا داكور دونك خدينا البات نتاع بيتزا سمارت شيف يعطيك الصحه جوست زيد لها 120 مللتر ماء دافي داكور ني بلوس ني موان تلقى خميرتك في وسطها تلقى كل شيء في وسطها دونك باش تخلطوها نخليوها ترتاح 15 مينوت ومن بعد نخرجوا وناخذوا فريمون شويه نتاع 30 غرام باتر
وتحلو وتحط الفور على قوته وديكو طايشه في الفور من غير حتى شيء ما لا تزيت البلاك لا تعمل حتى شيء صحيت تبدا ترهد تنفخ بشويه كي تنفخ تبدا تحمر سيبو سي وقتها خرجها سيبو يعطيك الصحه من بعد حطينا في وسطها الروكيت حطينا في وسطها لورانج توماط سوريز والفرماج قشقوان الفيمي فوالا هاكا ديجا حطيت منه لهنا لخاطر اللي تري تري بون كي تاكلو كيما هو سي فري فوالا ولقيت النواز هذا يمشي معاه برشا داير حطيتهم لهنا من هنا حطيت الكوردون بلو لهنا ولهنا دونك شنو عملت خذيت الاسكالوب حليته وحطينا من فوقه الجامبون فيمي ومعه الفرماج ماجيستي موتزاريلا حطينا في وسطه شويه نوا ودورناه وقليناه كلاسيك تري بيان بالنسبه للبات خذينا الميني بيني نتاع ورده ومعها صوص طومات نتاع سيكام خذينا الطومات كونكاسي خذيت طومات كونكاسي يعطيك الصحه خذيت طومات كونكاسي كيما هذايا جوست اللي هيك ظاهره في الصوص يعطيك الصحه زدتها شويه ثوم بصل وكل شيء وهي بطبيعتها ماهيش قارصه برشا دونك الطماطم نتاع سيكام اللي فريمون بيان زدت معها زاده شويه هريسه نتاع سيكام مش حاره برشا جوست في الاخر وفوالا برافو يعطيك الصحه ميرسي بوكو شيف مروان اليوسي هكا كون وصلنا لاخر الحلقه نتاعنا اليوم من برنامج الويكاند نشكر برشا انزو شوسور زاده كيف كيف نشكر زازا بوتيك فاشن انزو وزازا موجودين الزوز في المنزه ويت وما ننساش باش نشكر زاده هلا هير اللي موجوده في لافايت بيان سور هذا كل على اللوك نتاعي انا شاك سومين نتقابلوا في الحلقه القادمه من برنامج الويكاند توت لي فيديو تلقاوهم على باج قناه التاسعه وباج الويكاند باي باي الناس كل تشاو بذرة صدق زرعناها بجوارح جوارحنا دفيناها تفاني وعرق سقيناها الصنعة حسناها وطورناها ثمرة أمل جنيناها كبرناها ولنهار عليها بخلنا جيل ورا جيل مسؤولية ورثناها كبرت لمانة ولا واحد لاثنين آلاف حفظناها كل وقتنا وجهدنا عطيناها بعد 50 سنة بذرة صدق زرعناها محبة لقيناها عام ورا عام سيكام محبة وغرام نعرفوك مرا حاثقة وقديرة تبعناك في الكبيرة والصغيرة تعلمنا منك سر العجنة بالليد وخلطة السميد وحرفتها وفتلتها بالكعبة بالكعبة لنتشيح عجنتها اللي شفناه تبعناه باش عملنا قبلنا حلالم أصلية كيما حلالم كل مرا مجدية حلالم وردة البنة الزمنية وردة سرها المحبة ما سمحت شيف مسهل هالبنة أتيس العربية للسياحة والخدمات اختيارك الأفضل للخدمة الأمثل